نحن بنعرف انه ما لك زمان جايبي بيبي، ما شاء الله محافظه على حالك وعلى رشاقتك، كيف؟ الله طلع بوشي. الحقيقه ما بعرف كيف نزلتهم، صرت نازله تقريبا 30 كيلو، اكيد ما حانزل اكثر لانه انا كان وزني الطبيعي اصلا 60 59 60 فانا اليوم زنت حالي فكان طلع وزني 60 كيلو، روقت طبعا. ما كثير كنت مهتمه بموضوع الرياضه، عندي جهازين ثلاثه بالبيت كل يوم ربع ساعه ثلث ساعه، ما كمان بدي خلقي انا ما كثير، واصلا ما كان عندي وقت. سكرت تمي عن الاكلات الكثير طيبه والدسمه، فالحمد لله رجعت لوزني الطبيعي. تبعتي ريجيم يعني؟ لا لا لا، بس قللت اكلي. طيب لاي وزن وصلتي بالحمل؟ 90 كيلو. ما شاء الله. طيب ما انت الرياضه ما بتهتمي فيها بشكل دائم بحياتك؟ يعني هلا انا ما كثير مع انه انا انزل على النادي، لانه بحس النادي هو يعني كثير بيضيع وقت، عرفتي؟ طبعا بدك تسلمي وصباح الخير وبونجور وكذا، ولبين ما تلبسي وتنزلي ضاع نص نهارك، عرفتي؟ فانا بحب البيت اكثر، فعندي كل الاجهزه. اي يعني بتتابعي بالبيت؟ اي بس ما بقول لك ربع ساعه ثلث ساعه اكثر خلص. يعني النادي يمكن بيفيدك بموضوع انه انت ممكن ساعتين متواصلين ورا بعض، انا بالبيت لا، ماكسيموم ثلث ساعه. طيب والاهتمام بشكلك بجمالك؟ جمالك ما شاء الله عليك. عادي يعني انا حدا بيحب يتابع الموضه، الوان الشعر، الميك اب، اللبس، رغم انه انا ما كثير استعراضيه بهذا الموضوع على السوشيال ميديا وهي القصص. يعني انا ما مو تبع بعرض كل يوم شو بلبس ووقت رايحه على السهره شو بعمل وكذا، طبعا انا مع هذا الشيء ماني ضده بالنسبه لغيري اللي بيعملوا هاي القصص، بس انا ما كثير بيخطر ببالي انه اذا كنت لابسه صور وعرفتي وانشرها او هيك. بتابع الموضه، بتابع الوان الشعر مثل ما قلت لكم، الميك ابات الجديده، اضافير كذا، مثل اي حدا. علاقتك قبل لانه فاتت بالسوشيال ميديا، وهي انا الفايده على السوشيال ميديا، لانه بعرف انه صار معك شيء ما منيح من ورا السوشيال ميديا. يمكن في حدا فتح صفحه باسمي له شيء سنتين، وايه يعني عم بيتداول من خلالها كثير شغلات ما بتشبهني. وعلاقتك مع هلا حسابك على الفيسبوك وانستغرام وهي الامور انت متابعتيها شخصيا؟ طبعا انا شخصيا، بس شوفي اللي مثلا بنشره على الانستغرام ما بنشره على الفيسبوك. هلا مثلا الصور دائما على الانستغرام اوكي، بس على الفيسبوك ما شرط انه انشرهم نفسهم. على الفيسبوك انا بحكي اكثر، بقر اكثر. ما عندي اكل. طيب في حابه تحكي شو هو حسابك على الفيسبوك الحقيقي؟ لانه باعتبار بنعرف انه في اكثر من حساب معمول باسمك يمكن. ايه بس هلا كيف اذا قلت لك ما دينا هارون؟ دينا هارون بالانجلش. بالانجلش على الانستغرام دينا هارون 1.